القدم الاهداف بدات تاتي في ثواني حاسمه، ثواني معدوده، والخطا ممنوع. حميد درويش خطا ودربك الجول، ركله جزاء، قرار جريء من قبل حكم الساحه، قرار جريء وصافره جرير. عتيج الصوف ولا يديد لبريسم، تصرف خاطئ يبدو من المحترف طلابي. شوف حميد درويش وعرقله واضحه وركله جرى. فريق المنامه راح ياتي بهدف الثاني، اما الحارس المرمى راح يتالق في اللعبه حمد الدوسري، وهدف هدف هدف المنامه. المنامه وفرحه كبيره، وراح اقول عن المتخصص، المتخصص محمود جاسم ياتي بالهدف الثاني لصالح فريق المنامه من ركله جزاء احتسبت في الدقيقه الاولى من عمر الوقت البدل الضايع اللي تم احتساب 4 دقائق. وراح اقول الحاله امر قريب.